Alors d'abord, il nous faut le concept des clés primaires et étrangères. Donc, on dirait que d'abord, tu arrives à chercher les clés primaires, déjà je fais mais là, clés étrangères. Donc, la clé primaire, c'est la colonne unique qui identifie chaque enregistrement d'une table. Donc, chaque table, chaque enregistrement d'une table, il y a l'identifiant de l'autre, c'est un ID, autant incrémentant chaque entrée, chaque enregistrement. إذا رجعنا هنا ليزيتيديون شاك ايتيديون عنده الاي دي ديالو لا كلي اترونجير كولون دون طابل كي في ريفيرونس على كلي بريمير دون اوتر طابل بور كريي اون ريلاسيون ندخلو نيشان في ليكزومبل الو باغ اكزومبل انا بغيت ندير واحد لا ريلاسيون ما بين لا طابل ايتيديون ولا طابل كو سيتاتير نشوف ليزيتيديون شنو الكو عندهم مثلا الى حلينا هاد الطابل هادي فوالا عندي كو انفورماتيك بروفيسور ديالو الاي دي ديالو ونقدر انا مثلا هذا الاشراق ندير ريلاسيون ما بين هاد لاطاب بانها عندها كور ديال لانفورماتيك باغ اكزومبل حنا غنشوف واحد اكزومبل اخر غادي نكريو واحد لاطاب ديال الانسكريبسيون اش غادي ندير هاد لاطاب الانسكريبسيون لاطاب الانسكريبسيون غادي دير لونجيسترومون ديال شاك انسكريبسيون ديال ايجيديون ان كور داكور دونك غادي نجي هنايا نحل استويير غادي نجي شنو غادي ندير الو شنو غادي ندير غادي نكري بعدا كما قلنا كرياد تيبل انسكريبسيون بون فيوتو انسكريبسيون مين هاد انسكريبسيون طابل انسكريبسيون الو كرياد طابل انسكريبسيون نو فوالا انسكريبسيون الو غادي ندير كريات اطار لا خصني نحل القوس بارادو بوان في روتويز دونك غادي تحيدي دابا هاد الغلط الو كريات طايب تيبل انسكريبسيون وحليت لا كولاد و سديت ندير اي دي انت اوتو اي دي اوتو انكريمنت كما قلنا بريمير ايكي فوالا غادي ندير فيغدويل غادي ندير ايتيديون اي دي انا نشرح لكم شنو تيدير ايتيديون اي دي نعطيو تشيب انش غندير كور اي دي وغادي ندير صافي دابا كريت تخوا كولون دابا غادي ندير اول حاجة غادي نشرحها بعدا شنو درنا الو درنا كريات تيبل كريات تيبل انسكريبسيون داكو درنا كرينا لي شون ديالها او لي كولون ديالها اي دي انت اوتو انكريمنت بريميريتي ديجا شفنا شنو تتعني étudiant ID int de type int cours ID de type int d'accord donc tu mets le titre dit naya singulier l'ID nana c'est la clé primaire ou on dit étudiant ID de type int ou la clé étrangère qui fait la référence à la colonne ID dans la table étudiant هي لا طابل ايتيديون دونك هاد ايتيديون اي دي هو غيدير لا ريفيرونس كيما قلنا على لا كولوم اي دي ديال لا طابل ايتيديون و كور اي دي هو كلي اترونجير حتى هي اللي غادي دير لا ريفيرونس لا كولوم اي دي في لا طابل كور داكو دير لا ريفيرونس لهادي الو دابا غادي نديرو نغيفيرونسيو كيما قلنا هاد الشيء اللي قلنا عاد دابا اللي شرحنا عاد دابا نغيفيرونسيو مثلا ايتيديون اي دي لا كولون اي دي ديال لا طابل ايتيديون كور اي دي نغيفيرونسيوها لا كولون اي دي ديال لا طابل كور شنو غادي ندير غادي ندير فور اين كي دونك غادي نشد هادي ندير اونتر بارونتيز
référence, voilà, étudiant ID. Maintenant, cours ID, c'est la même chose. Référence nom, cours, la table cours. D'accord? Alors, for linking, je ne sais pas. Utiliser quoi pour définir une clé étrangère sur une table. D'accord? La table inscription, c'est maintenant cette étudiant ID pour dire la clé étrangère sur la table. Ou référence, pour spécifier la table ou la colonne, c'est-à-dire clé primaire, fin, la clé étrangère est dès la référence. Par exemple, la colonne étudiant ID. On dira référence étudiant, l'ID de la table étudiant. D'accord? L'ID de la table étudiant. La même chose pour cours ID, référence l'ID de la table cours. Donc tout simplement, les chiens, je vais mettre les saïva. D'abord, on va exécuter le code, mais il y a un chien à l'autre. Voilà. Erreur de syntaxe près de parenthèse. الو علاش هنا عطانا غلط؟ أييه هنايا حيت هنايا خصني حيت في الكتيب دونك فوالا هادي الأمور تمام فوالا أنا كريت لا طابل انسكريبسيون غنمشي نشوف دابا ديريكتوم ولا ستكتشر فوالا دونك عندي ايتيديون اي دي سيتيون كلي اتخونجيغ اللي تدير لا ريفيرونس للاي دي ديال لا طابل ايتيديون لا ميم شوز كو اي دي تيدير سيتيون كلي اتخونجيغ تدير لا ريفيرونس على لا كولون اي دي ديال لا طابل كو الو فوالا دونك نشوفو ان شاء الله في الحلقه المقبله ان شاء الله. مي قبل ما نشوفو في الحلقه المقبله نعطيكم اكزومبل باش تفهموا مزيان هاد علاش درنا هاد مثلا غنجيو نديرو لانسكريبسيون مثلا لاتيديوم مثلا سفيان شنو غنجي ندير في لاطابل غندير انسيري هنايا الو غادي انسيري لاتيديوم سفيان الاي دي ديالو شنو هي هي جوج هي هو عطاني هنا كاع سفيان والكور فين غادي نديرو نديرو عندي كور غير واحد نجي هنايا نانسيغي كور اخر ندير مثلا ايكو مومي بروفيسور هنايا سيست سيكيوريتي كوم ويب ندير اكزيكيتي فوالا نجي هنا لا طابل كور هاي عطاني 3 كور عندي ديسبونيبل نعاود اكتواليزي هادي غنجي هنايا نختار مثلا سفيان ونديه ل نديه لانفورماتيك نختار هنا مثلا محمد نعطيه مثلا سيكوريتي اكزيكوتي فوالا نمشي دابا لا طابل انسكريبسيون شوف شنو عندي عندي ليتيديون اللي عنده اي دي جوج ها هو دابا هنا غادي تفهموا مزيان عندي ليتيديون اللي عنده اي دي جوج هو هذا فينا هو هذا سفيان راه داير لانسكريبسيون في لو كوغ اللي عنده اي دي واحد لو كوغ اللي عنده اي دي واحد هو هذا انفورماتيك ليتيديون افيك اي دي دو سانك شنو عنده هو هذا محمد دير لانسكريبسيون فين في لو كوغ تخوا دير لانسكريبسيون في لا سيكوريتي دونك نتمناكم فهمتوا دونك هذا هو لو رول ديال لي كلي اترونجي دونك راه مهمة وغادي نلقاو بزاف لا هو لا الحلقة المقبلة ديال لي جوانتيغ اونتخ لي طابل ونتشافو ان شاء الله في الحلقة المقبلة مع السلامة.